نشكر اللعيبه الحمد لله على الفوز والاداء، و يعني الحمد لله احنا راضيين بالمركز الثالث. احنا كنا جايين نلعب على اول او تاني، بس الحمد لله قدرنا نحقق ميداليه. حابب اشكر اللعيبه الرجاله طبعا، واحد واحد، من اصغر واحد لاكبر واحد. بصراحه ما فيش حد دخل علينا بنقطه عرق واحده. الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا، واللعيبه اللي بره طبعا برضو. بصراحه ما حدش فيهم قصر في اي حاجه، والحمد لله بشكر الجمهور طبعا والجهاز الفني واحد واحد، والحمد لله. حاسس بيه بعد ما كسبنا اول ميداليه في الكونسيه؟ لا الحمد لله، شعور طبعا الواحد مش مهما يتكلم طبعا مش هيقدر يوصف اللي هو فيه. النادي الاهلي دايما بنلعب على بطولات. النادي الاهلي معروف في العالم كله. حابب اشكر اللعيبه تاني وتالت مره. احنا يمكن ما فيش حد قصر في البطوله، والحمد لله، وان شاء الله قدامنا بطوله تانيه باذن الله هنركز فيها ان شاء الله. تقول للجمهور النادي الاهلي بعد؟ لا، بشكرهم طبعا على الدعم ده للعيبه كلها طبعا معانا من اول البطوله. الحمد لله انا بقول لهم طبعا نفرح النهارده ان شاء الله، وان شاء الله نركز في البطوله الجايه باذن الله.